بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين سيجعل لهم الرحمن ودا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قبل قرن هل تحس منهم من أحد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا بسم الله الرحمن الرحيم طه. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر
وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. بسم الله الرحمن الرحيم. هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أو تسمع لهم ركزا. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيلا ممن خلق الأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. هل تقصر
إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماء تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش الرحمن على العرش استوى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإن فإنه يعلم السر وأخفى الرحمن على العرش استوى له ما في السماء وما في الأرض وما
الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم. فإنه يعلم السر وأخفى. الله 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 لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. الله لا وهل أتاك حديث موسى وهل أتاك حديث موسى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا ما شاء الله.
الله يخليك. وهل أتاك حديث موسى حديث موسى وهل أتاك حديث موسى وهل أتاك حديث موسى فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا وهل قبس أو أجد على النار هدى وهل أتاك حديث موسى
لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. وهل وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا فلما أتاها نودي يا موسى فاخلعنا عليك فاخلعنا عليك فاخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس فلما
يا جماعة بحاجة قديمة أوي. فلم
Beine wurde. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى وأقم الصلاة لذكري صدق الله العظيم.